الفلوس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، نهني جميع الفائزين بجميع أشواطنا في هذا اليوم في الشوطين الأولين الرئيسيين، وهذه هي انطلاقة شوطنا أيضا الثالث في المجموع، بينما هو الشوط الثاني لفئة البكار لهذا السن سن اللقاية. نبدأ ونتعرف ونذكر للإخوة المشاركين بإذن الله تعالى بأن جائزة هذا الشوط هي عبارة عن سيارة عينية قدمت للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. من تحتل المركز الأول هنا؟ وتر، تعود ملكية وتر لسعد بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي، من يتقدم مع وتر في هذا الأداء، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني والدور والنقلة عند المركز الثاني. هنا التقدم في هذه اللحظات من أم قادرة، تعود ملكيتها لعبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري، هذا هو شعار الجذاب. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع أو الثالث، نعم المركز الثالث، هنا وصول وقدوم وتقدم في هذه اللحظات من أم طيفة أو مطفية، هنا على المركز الثالث سالم بن طالب بن علي النابت، وعلى المركز الرابع تصل على المركز الرابع وتتقدم فيه هنا بواجه، تعود ملكيتها لحمد بن صالح بن حمد القمر النابت، وعلى المركز الخامس وصول وتقدم من المركز الخامس تصل مناعة حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي على المركز الخامس. هذا هو نيدان الأول أيها الإخوة المتابعون في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الشوط. يا سلام، نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى الصدارة، القيادة مع بن عنزان، بن عنزان مع المركز الأول في هذا الأداء الجميل وبهذا العرض المميز مع وتر، وتر وتر مع الوتر الأول، نعم هي تعزف على الوتر الأول أيها الإخوة الأفاضل. هنا مع الصدارة والمقدمة تعود ملكية وتر لسعد بن عنزان بن خاتم النعيمي، هنا ترقص على أرضية ميدان الشحانية، ولكن شوفوا القدوم من مغادرة عبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري، هنا تريد أيضا أن تقادر بهذا الناموس وبالسيارة، ولكن شوف المركز الثالث أيضا وصول وتقدم ملحوظ وملموس هنا من مطفية من تحتل المركز الثالث سالم بن طالب بن علي النابت البري، وصلت مطفية إلى المركز الثالث، أراها تقترب رويدة، بينما المركز الرابع يصل شعار بالراية، أحد شعارات أيضا أبناء دولة أو هنا نعم المملكة العربية السعودية، نعم هنا شعار بالراية رافع راية التهديد مع الشايقة سالم بن راشد بن محمد البريص المري، من يتقدم مع الشايقة على المركز الرابع المركز الخامس وصول وقدوم على المركز الخامس في هذه اللحظات. من تتقدم هنا؟ الظبي حميد بن راشد بن فالح الشامسي، من يتواجد على المركز الخامس، ولكن وصل هنا، وصل البريدي هنا مع النعيرية على أو هنا مناعة وصلت مناعة حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، من تصلنا وتحتل المركز الخامس غيرت إلى المركز الرابع، هذا هو شعار وحيشة مشاهدين الكرام، من يتسلل ولكن نعود مع 1200 على خط النهاية. الله، شوف البريدي هنا مع مناعة مع هالمناعة الكافية لانتزاع ناموس هذا الشوط، هنا تغير الأمور
مناعة مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة. هذه مناعة تفتتح الكيلومتر الأخير مع شعار ملك حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي. الله وصل 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 شعار وحيشة هنا 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 مشاهدين الكرام، ولكن هنا مغادرة عبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري، هنا رافع راية التهديد كذلك يا سلوم. الله وصل بالراية كذلك، أيضا رافع راية التهديد ورافع راية الانتصار. اللحظات الأخيرة، شوفوا الثلاث اللي زانب هن اللقاء. يا سلام، هناك التقدم من الجانب الأيمن، هناك مغادرة مع الناموس مع شعار العسكري، مغادرة عبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري هنا مع الناموس ومع السيارة، سيارة ناموسي هذا الشوط. يا سلام، 300 متر خلاص الأمور هنا مع مغادرة غادرت بالناموس وغادرت بالسيارة هنا. هذه مغادرة، شوفوا اللي وصلت على المركز الثاني، نفس الشعار. يا سلام، مغادرة فازت معنا بهذا الناموس. تهانينا أيها الإخوة الأفاضل لمالك مغادرة عبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري على فوزه وانتزاع على سيارته هذا الشوط المركز الثاني. وصلت على المركز الثاني الشرطة أيضا لنفس المالك عبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري. أما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه مشاهدين الكرام الشايقة لسالم بن راشد بن محمد البريص المري. أما المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع راهية لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل. والمركز الخامس، وصلت فيه مناعة لحمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه لحظة وصول مناعة أو مغادرة إلى خط النهاية بعدما غادرت بالناموس وذهبت به إلى شقانة بسلطنة عمان الشقيقة. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، 6:19، 75 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مغادرة السيد عبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري. أما المركز الثاني وصلت فيه الشرطة، قطعت المسافة في 6:20، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس كذلك لعبد الله بن سعيد بن مرزوق العسكري على فوز الشرطة بالمركز الثاني. والمركز الثالث وصلت فيه الشايقة، قطعت المسافة في 6:22، 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن راشد بن محمد البريصي المري.